صباحا بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء إلى عناوينها. أنباء عن قرب الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة النصرة ضمن عملية تبادل. أردوغان يحذر روسيا من اللعب بالنار، ولافروف يشكك في نوايا أنقرة بشأن محاربة الإرهاب. معارك عنيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية والقوات الموالية لهادي على معظم جبهات القتال في تعز. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي في هجوم مسلح على مركز صحي في ولاية كولورادو الأمريكية. أهلا بكم. أفاد مراسل الميادين بأن موكبا أمنيا لبنانيا عاد من سوريا برفقة عدد من مساجين جبهة النصرة هناك لإتمام صفقة التبادل التي سيطلق بموجبها سراح العسكريين اللبنانيين لدى النصرة. وكان مصدر وزاري كشف للميادين أن الإفراج عن العسكريين اللبنانيين سيتم اليوم ضمن عملية تبادل. ونقل عن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها، فيما أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في حال حصول أي تقدم سيتم الإعلان عنه رسميا. أهالي العسكريين المخطوفين أكدوا تبلغهم باقتراب حل قضية أبنائهم. جينا خبر أن الشيء بدهم يطلعوا إن شاء الله، هيك نور الشمعة، هيك يعني ما بعرف يكون مجية الشباب، هي النور وهي الأمل وهي الفرح، وعن جد مش عارفين شو بدنا نحكي. إن شاء الله فرحتنا تكمل، لأنه إن شاء الله أنه هيك ما يكون شيء مش مزبوط. يعني إذا كان شيء مش مزبوط هاي بتكون نهايتنا. صارنا سنة وخمسة أشهر ناطرين بس هيك كلمة الإفراج، نحن وعم ننطرب هيدي الساحة ومع أمل وصبر ووجع ودموع وشو بدي خبرك، يعني عشت معنا أنت كل المرحلة، فصدقني سعادتي ما فيني أوصفها، ويمكن الدنيا مش سيعتني اليوم، مش عم بعرف شو عم بتصرف. في كتير ناس بسجن رومية شافوا اللي عم يفرج عنهم وشافوا التكبير اللي صار بسجن رومية، ومن جهة رسمية طبعا تواصلنا مع عدد من الوزراء وخصوصا لواء عباس إبراهيم تواصلت معه. هلأ في طبعا تعتيم حول الموضوع لإتمام هيدي الصفقة، لأنه بتعرف السابق كمان تم نفس الشيء مثل هالأمر بالكتمان شوي وكمان أفشلت، فلذلك رح يتم التكتم حول هذا الموضوع لإنهاء هذه الصفقة من هلأ لإن شاء الله بكرة إن شاء الله بإذن الله يتم الإفراج. كيف اختطف العسكريون اللبنانيون وما هي المراحل التي مرت بها مفاوضات إطلاق سراحهم؟ زهرة الديراني. في الثاني من آب عام 2014 أشعل الإرهاب جرود عرسال اللبنانية. مسلحون من تنظيم داعش وجبهة النصرة هاجموا مراكز للجيش اللبناني واقتحموا سرايا عرسال واعتقلوا عناصر قوى الأمن، صادروا أسلحتهم وهاجموا حواجز الجيش اللبناني في البلدة الواقعة شرق لبنان. 43 عسكريا مخطوفا توزعوا بين الجبهة والتنظيم، أفرج عن 13 منهم بعد أسابيع وقتل منهم 5 بوحشية. هم الشهداء عباس مدلج، محمد حمية، علي قاسم، علي السيد وعلي بزال. رفضت الحكومة اللبنانية في البداية التفاوض مع الخاطفين والرضوخ لمطالبهم. بعد أيام دخلت هيئة علماء المسلمين على خط أزمة بحجم وطن ونقلت عن الخاطفين مطالب التزمت الدولة اللبنانية بها لإطلاق سراح العسكريين، بينما نكث المسلحون بالاتفاق عندما خرجوا من عرسال مصطحبين معهم العسكريين المخطوفين إلى داخل سوريا. عرفت القضية وساطات عدة، تارة تركية وأخرى قطرية، طوال هذه الأشهر قبل أن يتراجع الخاطفون ويبدأوا بالمماطلة، ثم عادت المفاوضات إلى نقطة الصفر. بعد ذلك انقطعت بشكل كلي خطوط التفاوض مع داعش، فيما استمرت على مراحل مع النصرة وترافقت مع زيارات أهالي العسكريين لأبنائهم أكثر من مرة في الجرود. أهالي العسكريين أبقوا دائما على قضية أبنائهم حية في الشوارع، وقبل نحو 3 أسابيع تبلغ الأهالي من مصادر لبنانية أن أبنائهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الحرية.
شكك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نوايا تركيا محاربة الإرهاب. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو، قال لافروف إن القضاء على بؤرة الإرهاب في الشرق الأوسط يتطلب التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن أي إصلاحات في سوريا يجب أن تطبق بقيادة السوريين أنفسهم فقط. لافروف أشار إلى أن روسيا قررت تعليق نظام التأشيرة الحرة للأتراك بدءا من أوائل العام المقبل. الرئيس بوتين أعلن مرارا أنه لا بد من تضافر الجهود من قبل المجتمع الدولي بأسره لمحاربة الإرهاب. روسيا مستعدة للأخذ بالاعتبار كل ما يثير قلق الدول المعنية في محاربة الإرهاب، ونحن مستعدون للتنسيق بجميع الأشكال والسبل لكي يكون هذا التعاون مريحا للدول الراغبة في محاربة الإرهاب، وأقصد الدول التي تشارك في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ العام الماضي والتي لم تحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة. بدوره حذر المعلم داعمي الإرهاب بأنه سيرتد عليهم، ورد على المطالبين برحيل الرئيس السوري بأنه بمثابة حلم إبليس بالجنة. أقول لهؤلاء المطالبين برحيل الرئيس الأسد أنكم واهمون بتحقيق حلم إبليس في الجنة. الشعب السوري هو من يختار مستقبله وقيادته، إذن صناديق الاقتراع هي الحكم. أما الذين يهددون بالاستمرار بدعم الإرهابيين، أسألهم متى توقفتم عن ذلك؟ منذ 5 سنوات هم يدعمونهم. على كل حال هم اعترفوا بأنهم يخالفون قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي محاسبتهم على ذلك. المعلم رد على تصريحات نظيره الفرنسي، لكنه اشترط ترحيب سوريا بجدية فرنسا بالتعاطي مع الجيش السوري. الآن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. إذا كان فابيوس جادا في التعامل مع الجيش السوري، في التعاطي مع قوات على الأرض تحارب داعش، فنحن نرحب بذلك. وكان وزير الخارجية الفرنسي تحدث عن إمكانية التعاون مع الجيش السوري في محاربة تنظيم داعش، لكن وزارة الخارجية أصدرت بيانا أوضحت فيه أن الوزير الفرنسي وضع التعاون ضمن عملية انتقالية سياسية ذات صدقية. القوات على الأرض لا يمكن أن تكون لنا، لأن هذا ستكون له نتائج عكسية تماما. القوات على الأرض يجب أن تكون سورية من الجيش الحر وقوات عربية سنية، ولما لا تكون من قوات النظام. الرئيس بوتين طلب منا تحضير خريطة للقوات التي ليست إرهابية والتي تقاتل داعش، والتزم في حال تسليمنا الخريطة ألا يقصف هذه القوات، وهذا شيء هام جدا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر روسيا من اللعب بالنار على حد تعبيره. أردوغان قال إن موسكو تستغل حادثة إسقاط الطائرة الروسية لضرب المعارضة السورية. إنه لعب بالنار أن تستهدف المعارضة السورية التي تتمتع بشرعية دولية في إطار محاربة داعش. العالم كله يقر بأن تركيا محقة في هذه الحادثة، إذن هو لعب بالنار استغلال هذه الحادثة كذريعة لتوجيه اتهامات غير مقبولة لنا والذهاب بعيدا في معاملة مواطنين على نحو سيء في روسيا. الاستهداف غير المسؤول للشاحنات التي تحمل بضائع تجارية أو مواد إنسانية هو لعب بالنار، ونحن نحذر روسيا من اللعب بالنار. هذا ونفى مسؤول حكومي تركي ما أفادت به صحيفة حرية التركية بأن سلاح الجو التركي علق طلعاته في أجواء سوريا. وإلى ذلك طالب وكيل النيابة العامة في اسطنبول بسجن رئيس تحرير صحيفة جمهورية التي نشرت لقطات قالت إنها لجهاز الاستخبارات التركي وهو يساعد في إرسال أسلحة إلى المسلحين في سوريا. كما وجهت محكمة تركية اتهامات لاثنين من مسؤولي جمهورية وأمرت بتوقيفهما بتهمة التجسس وتسريب أسرار الدولة.
مسؤولان في صحيفة جمهورية التركية المعارضة متهمان بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وتجسسي وكشف أسرار عسكرية. التهم التي واجهتها محكمة جنائية في اسطنبول للصحفيين تأتي على خلفية نشر الصحيفة فيديو يظهر تفتيش الجمارك التركية شاحنات تابعة للاستخبارات تحمل أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى سوريا قبل أشهر. حينها قال أردوغان إن هذه الشاحنات كانت تحمل مساعدات إنسانية. أردوغان قال بالحرف إنه لن يسمح للصحفي بالإفلات من العقاب. الصحفيان جان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريات وإرديم جول مدير مكتبها في أنقرة يواجهان عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة إذا ما تمت إدانتهما. لقد أطلق تحقيق حول صحة تقريرنا. الرئيس أردوغان هو المدعي علينا وقد جئنا لندافع عن الصحافة. جئنا لندافع عن حق الناس بالمعرفة، حقهم في معرفة حقيقة إذا ما كانت الحكومة تكذب. جئنا لنرفض أن تقوم الحكومة بأي أعمال غير قانونية ولن ندافع عن موقفنا. توقيف الصحفيين أثار موجة تضامن واسعة معهما ومع الصحيفة. إذا أسكت الإعلام فلن يتمكن أحد من معرفة ما هو الصحيح وما هو الخطأ. هذه خطوة أخرى نحو ديكتاتورية فاشية تحكم البلاد. رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أعلن قلقه من قرار المحكمة وعده دليلا على انعدام كل أنواع الحريات في تركيا ولا سيما حرية الصحافة. كذلك أصدرت نقابة المحامين في اسطنبول بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه المحكمة بالانصياع لأوامر أردوغان. وجاء في البيان أن قرار المحكمة دليل واضح على رغبة أردوغان بالقضاء على جميع الحريات بهدف إسكات صوت المعارضة بكل أشكالها. هذا وتظاهر المئات في تركيا تأييدا للصحفيين التركيين المعتقلين. مئات المتظاهرين بينهم صحفيون ونواب المعارضة احتشدوا أمام مقر صحيفة جمهورية وهتفوا بشعارات تهاجم الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان. كذلك أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج مماثل شارك فيه المئات في أنقرة. الأزمة المتفاقمة بين أنقرة وموسكو تبدو متصاعدة باتجاه التصادم، لكن ضغوط الكرملين ربما تستهدف الوصول إلى نصف استدارة تركية في سوريا. قاسم عز الدين. إسقاط الطائرة الروسية الذي أدى إلى أزمة ساخنة بين أنقرة وموسكو هو الشجرة التي تخفي غابة التناقضات العميقة بين البلدين في سوريا، كما أوضحت الاندبندنت البريطانية. وكان لابد أن تنفجر التناقضات بشكل أو بآخر كما تقول الصحيفة. يحرص الطرفان على عدم تجاوز حافة الهاوية بحسب معظم المختصين الغربيين، لكن لا عودة للمراوحة إلى ما قبل الأزمة كما يخلص أغلبهم. روسيا تتحكم في الأجواء السورية وما عداها، ولا تتيح لأنقرة العبور بذريعة مواجهة داعش من دون تنسيق وتفاهم، على الرغم من نفي أنقرة وقف طلعاتها وفق مصدر حكومي تركي. في هذا السياق يسعى الرئيس الروسي إلى ائتلاف موسع بديل عن تحالف واشنطن، لكن البيت الأبيض يرفض تسليم الراية إلى موسكو بحسب لوفيغارو الفرنسية. غير أن فرانسوا أولاند الذي تراجع عن الجبهة الموحدة لجأ إلى الكرملين للتنسيق وصولا إلى القبول بمشاركة الجيش السوري في المعركة ضد الإرهاب على قول لورون فابوس. الضغط الروسي على أنقرة قد يكون بمثابة فتح الباب أمام الرئيس التركي للتنسيق مع موسكو في سوريا إذا صعبت عليه استدارة كاملة تعارضها واشنطن. في هذا الاتجاه ربما يلتقي بوتين بأردوغان على هامش قمة المناخ الفارسية لوقف التصعيد بناء على تراجع أنقرة إلى الحد الذي تتقبله موسكو في سوريا. قبول بوتين بالعمل ضمن صيغة التنسيق كما يقول يسعى إلى تكثيف الضربات الجوية في مواجهة داعش والجماعات التي تراها إرهابية في التآخي مع داعش في مواجهة الجيش السوري.
موسكو تضع الرئيس التركي أمام خيار الاكتفاء برفع المعنويات من دون القدرة على الحركة أو خيار التكيف معها في سوريا ووقف ارتدادات الأزمة في تركيا، فرجال الدولة يتراجعون أمام المحن، يقول شارل ديغول. ما هي الاستراتيجية الميدانية الجديدة لروسيا في سوريا بعد حادثة إسقاط تركيا الطائرة الحربية الروسية سو-24؟ روسيا أعلنت أنها ستسخر كل السبل المتاحة للدفاع عن أمنها وعن طائراتها وقواتها في سوريا بحسب قول الرئيس فلاديمير بوتين. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ذهب إلى التفصيل أكثر بقوله: أي هدف يشكل خطرا على طائراتنا في سوريا سيتم ضربه وإسقاطه. على وجه السرعة بدأت موسكو إجراءاتها برا وبحرا وجوا. برا بدأت بنشر منظومة S-400 في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. هذه المنظومة المتطورة تستطيع الكشف عن أهداف جوية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، كما بإمكانها إسقاط صواريخ باليستية تكتيكية وصواريخ مجنحة وطائرات تكتيكية واستراتيجية على بعد 60 كيلومترا. بحرا أرسلت روسيا الطراد موسكو المجهز بمنظومة فورد للدفاع الجوي المشابهة لمنظومة S-300، وقد وصل إلى سواحل مدينة اللاذقية حيث سيرابط هناك. ويضم الطراد موسكو منظومة صواريخ فورد الجوية، وهي بحسب تصنيف الناتو تستخدم من البحر وذات وضعية إطلاق أفقية، كما إنها مجهزة لمهاجمة الأهداف العالية السرعة والمتميزة بمناورة عالية. مداها التدميري المجدي يراوح من 5 كيلومترات إلى 200، أما مداها التدميري الأعظم في الارتفاع فيمتد من 10 أمتار إلى 27,000. عدد الأهداف التي يمكنه مهاجمتها بوقت واحد يبلغ 6 أهداف. الأبرز جوا هو قرار رئاسة الأركان الروسية تسيير طائرات مقاتلة لمواكبة العمليات الجوية لطائرات القتال الأرضي، حيث قررت إرسال من 10 مقاتلات إلى 12 مقاتلة إضافية من طرازي سو-27 وسو-30 إلى قاعدة حميميم في سوريا لتأمين مرافقة جوية للقاذفات سو-24 وسو-34، وبالتالي إسقاط أي طائرة حربية غريبة تقترب من الطائرات الروسية. لا يزال التوتر الروسي التركي يلقي بظلاله على إسرائيل، حيث وصل القلق الإسرائيلي من إغضاب روسيا إلى حد إعلان ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي أن الطائرات الإسرائيلية لن تطلق صاروخا على طائرة روسية حتى ولو عبرت مجالها الجوي. منال إسماعيل. أصداء الغضب الروسي على الاعتداء التركي وصلت إلى إسرائيل، وترجمت إعلان مواقف ودعوات ترمي إلى عدم وقوع إسرائيل في الخطأ التركي تجنبا للغضب الروسي. في موقف يعد سابقة في إسرائيل، أعلن ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي أن سياسة إسرائيل هي عدم مهاجمة أو إسقاط أي شيء روسي، وعدم إطلاق صواريخ على طائرة روسية حتى لو اخترقت المجال الجوي. إلى جانب التوجس الإسرائيلي من إغضاب روسيا، برزت الخشية أيضا من الأثر الذي يمكن أن يترتب على نشر روسيا صواريخ S-400 على إسرائيل. إسرائيل قلقة من بقاء صواريخ S-400 الروسية في سوريا، فبالنسبة لسلاح الجو هذا عنصر معقد جدا في كل ما يتعلق بالتهديد الذي قد تمثله سوريا على طائرات سلاح الجو، ولذلك فإن إسرائيل تتابع هذا الموضوع عن كثب. صواريخ S-400 يمكن أن تهدد أي طائرة تقلع أو تهبط في مطار بن غوريون أو أي طيران إسرائيلي في سماء لبنان، ووجودها في سوريا سيؤثر على الطريقة التي يعمل بها سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان وسوريا. محللون عسكريون حذروا من أن أي خطأ في التشخيص قد يكلف إسرائيل كثيرا. إسرائيل قلقة، فأي خطأ في التشخيص قد يؤدي إلى إصابة طائرات سلاح الجو الإسرائيلي. صحيح أن هناك تنسيقا أمنيا بين روسيا وإسرائيل، لكن خطأ واحدا في ظل هذه الظروف قد تدفع الطائرات الإسرائيلية من جرائه ثمنا باهظا.
وفي موازاة الخشية والقلق الإسرائيليين، حذر خبراء من أنه على إسرائيل الآن التصرف بحذر على هذه الجبهة، لأنه في وضع كهذا خطورة الاحتكاك مع روسيا في الحدود مع الجولان أو في سماء سوريا كبيرة، وليس في مصلحة إسرائيل أن تجد نفسها في مقدمة المسرح وتتعرض لنتائج الغضب الروسي. ميدانيا في سوريا، تتقدم قوات الجيش السوري باتجاه ساحة بصرة في درع البلد. الإعلام الحربي وزع مشاهد لتفجير مبنى العطرات بمن فيه المسلحين جنوب بلدة كفر شمسفير في درع جنوب سوريا، حيث كان المسلحون يتخذونه مقرا لهم. الجيش السوري مدعوما بقوات الدفاع الوطني يستعيد السيطرة على تلال الغدر والغنمة في ريف اللاذقية الشمالي، تطور ميداني هام في ظل إشراف تلك المرتفعات على عشرات الكيلومترات من ريف اللاذقية. المروحيات والمقاتلات الروسية تكاد لا تغادر سماء ريف اللاذقية الشمالي. جبهة مفتوحة من محاور ثلاثة انهار فيها المسلحون دراماتيكيا. وحدات الجيش السوري وعناصر الدفاع الوطني سيطروا على عدد من التلال الهامة في الريف الشرقي. كتف الغدر وكتف الغنمة أهم تلك المرتفعات، أهمية استراتيجية بالإشراف على قرى وسهول ممتدة من الريف وطرق إمداده الجبلية. نحن هلأ بريف اللاذقية بجبل كتف الغدر وتلة الغنمة، تم السيطرة عليها على 5 تلات: الرشوان، الزيتوني، تلة الغنمة، تلة الغدر، تلة الملوحة. قوات الدفاع الوطني والجيش العربي السوري الحمد لله رب العالمين تم السيطرة عليها. هي جبال بتطل على سلمة، على ريف اللاذقية كلياته. دشم وخنادق وغرف تحت الأرض للتخفي، تمكنت وحدات الدفاع الوطني والجيش من دخولها والقضاء على المسلحين فيها. مواجهات شرسة مع مجموعات مسلحة على بعد أمتار قليلة. مسلحون يدركون أن استعادة تلك المواقع تعني نهايتهم في المنطقة. لما قربنا المسلحين صارت المواجهات على مسافة قريبة، يعني صار رمي قنابل، مواجهات على مسافة 5 متر 10 متر ما أكثر من هيك. انهار المسلحين على التلان هون، بعد منا صار فرار جماعي للمسلحين باتجاه الداخل، وسقطت كلها التلال ورا بعضها تدريجيا. كلها تحصينات، خنادق، أنفاق، غرف، كله جاهز من كل شيء. جبهة واسعة تحسم تدريجيا لصالح الجيش السوري، والواضح أن أسقاط تركيا المقاتلة الروسية لم يؤثر على عملياته فيها، فالعمليات مستمرة لجهة حسم الريف الصعب جغرافيا والمفتوح على الحدود مع تركيا. وفي ريف حلب الشمالي أحرز المقاتلون الكرد تقدما على حساب باقي الجماعات المسلحة. مراسل الميادين أفاد بأن اشتباكات عنيفة تجري في ريف حلب الشمالي بين مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والجبهة الشامية. أضاف مراسلنا إن المقاتلين الكرد تقدموا في قرية المالكية ومدخل مدينة عزاز بهدف الوصول إلى معبر باب السلامة. انقلب إنذار الجبهة الشامية لجيش الثوار وجبهة الأكراد عليها وعلى حلفائها من جبهة النصرة وأحرار الشام. إنذار 48 ساعة لإخلاء مناطق في ريف حلب الشمالي تحول إلى هجوم كردي مضاد استهدف مواقع المجموعات المسلحة. المعارك بين الطرفين امتدت من كشتعار إلى بلدة الزيارة شمال نبل والزهراء. مطحنة الفيصل القريبة من الأوتوستراد الدولي شملتها المعارك أيضا. الأكراد وجيش الثوار سيطروا عليها بمساعدة القصف الروسي الذي ضرب مقر أحرار الشام وجبهة النصرة، في حين سقطت قرية المالكية ومواقع لأحرار الشام بيد الجبهة الكردية بسرعة. انهيار أحرار الشام وضع جيش الثوار وجبهة الأكراد على بعد أمتار من بوابة باب السلامة الحدودية مع تركيا. تقدم الحليفين الكردي وجيش الثوار مكنهما من قطع الأوتوستراد الدولي حلب غازي عنتاب، وهو ما وضع أحرار الشام وحلفائها أمام تهديدات أهمها قطع طرق إمدادهم من تركيا. وحدات حماية الشعب الكردي شككت في أهداف الصراع والمعارك في الشمال. الوحدات حذرت من الزج باسمها إعلاميا في الصراع، ورأت أن هذا الأمر يهدف إلى تبرير إقامة منطقة آمنة من قبل تركيا، ودعت الوحدات في بيانها الجميع إلى العمل على حل الخلافات من خلال المفاوضات.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن قوات الأمن اعتقلت في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر مغربيا وتركيين مرتبطين بتنظيم داعش. وقالت الوزارة إن أحد التركيين أقام في معسكر لداعش في ريف حما بسوريا وتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة وشارك في معارك ضد الجيش السوري. وأشارت إلى أن التركيين يقيمان بمدينة تركية حدودية مع سوريا.